كتيرة، في اللي مكمل 30 سنة، في اللي لسه سنة، لكن كل قصة وراها حكاية كتير جدا. واللي أنا يمكن عايز أقوله أن النزيل مش بيبقى هو لوحده، بيبقى جاي وشايل عيلته في قلبه، بيبقى شايل ولاده، بيبقى شايل أهله ووالده ووالدته، بيبقى فعلا وراها حاجات كتير. إن كانوا بيحاولوا يتعايشوا، لكن فكرة أن أنت يعني مرتبط بحد برة، دي أعتقد دي أكتر مشكلة ممكن تقابل النزيل هنا أكتر من الحجز نفسه أو أنه يبقى داخل الأسوار يعني. برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب ومتشكر. حابة أتعرف أمير فهمي من مرسى مطروح. حضرتك بقالك قد إيه؟ ولو حابب تقول لنا القضية إيه أو مش حابب؟ هو أنا ليا حوالي سنة دلوقتي، سنة وشهرين تقريباً، وربنا يسهل بقى يعني الفترة اللي جاية دي تكون فيها فراغ شرطي وكده، فربنا يسهل إن شاء الله. باقي لحضرتك الإلزامي قد إيه؟ خمسة، هو المفروض خمسة، أنا قضيت سنة وشهرين يبقى فاضل حوالي 4 سنين تقريباً. حضرتك بتقضي يومك إزاي؟ هو اليوم بيبتدي معانا بنصلي في الأوضة، وبعد كده بنجهزوا لنا الفطار وبنفطر، بعد كده بنطلع نتريض شوية، بعد كده بيبقى لو فيه في الكنيسة هنا بنيجي الكنيسة، لو في مكتبة بنروح مكتبة، وبعدين بنبتدي بقى بقية اليوم بنقضي في قرايات اللي من الكتب بنستعيرها من المكتبة وبنرجع تاني على حضرتك حريص على القراية يعني أنت تجدد دماغك. القراية هم يعني احنا حتى لو مش حريصين هنا هم حريصين أكتر مننا بصراحة، يعني هم هنا بيتعاملوا معانا كبني آدمين من الدرجة الأولى، يعني الواحد كان متخيل إن هو لما هيقضي عقوبة فهو جاي هنا عشان تنتهك آدميته وعمل معاملة سيئة يعني. لكن بصراحة لما جينا هنا لقينا الناس بتتعامل معنا بمنتهى الأدمية، منتهى الاحترام، حريصين على كل حاجة ممكن البني آدم يكون بيمارسها بره وأنه هو يكملها هنا. فهي الحاجة الوحيدة هي البعد عن الأهل، بس هي دي اللي يعني أكتر حاجة مؤلمة لينا. لكن مرتبط؟ طبعا أنا متزوج وعندي ولد وبنت. بيجوا مرسى مطروح بعيدة أو؟ بيقولي زيارات طبعا، هي المدام بس لان هي تعبت شويه، فلكن اخويا دايما بيجيلي واخواتي دايما بيقولي شوك. قولي قبل كده قولي. النهارده كنت منتظر زياره معينه او يعني اقرب زياره في العيد، بتبقى مستني حد بعيد؟ طبعا انا منتظر دايما يعني اخويا او حد من ولادي دايما. طبعا هي دي بتفرق مع حضرتك؟ بتفرق كتير، بتفرق كتير قوي، لان البني ادم اول ما بيحس بالناحيه العقابيه دي بيحس انه بقى مرزول من الجميع، بقى كل الناس مش هو جواه الاحساس ده ان مفيش حد عايزه، خلاص محدش قابله. هو بيمر بفتره عقوبه للي حواليه ولنفسه هو كمان، فبالتالي مجرد انه عقاب النفس. طبعا فمجرد ان حد يجي لك زياره، يعني عشان كده السيد المسيح قال ايه؟ كنت محبوسا فزرتموني. لأهمية الزيارة دي في نفس المسجون، مش بس إن هو حد يبعت له حاجة أو إن هو يبقى مجرد حاجة بتتبعت له عشان يقضي احتياجاته، لا، مجرد إنه يشوف حد هو حاسس إن هو عايز يشوفه، دي في حد ذاتها يعني بركة كبيرة، وربنا بيعوض أعتقد اللي بيجي يزور ده. إيه أصعب حاجة مرت على حضرتك في السنة دي؟ ان انا ما كنتش متخيل ان انا هتحبس بصراحه. يعني دي كانت اصعب. وانت بتعمل القضيه دي او المخالفه اللي عرضتك انك تبقى تحت طائله القانون دي، كنت متخيل فعلا انك هتمسك ولا كنت شايف ان انت لا؟ لا، انا قلت مش هتمسك، وفي نفس الوقت انا ما كنتش منتظر ان هي هتوصل لكده، يعني انا لغايه اخر وقت متخيل ان الموضوع هينتهي وانا هعالجه، يعني هي مشكله انا وقعت فيها وانا هعالجها، لكن المشكلة ان هي بدأت زي ما تقولي ايه، يعني إرادة ربنا خلتني كل ما اجي اقف اقع تاني، اجي اقف اقع تاني، ففضلت سلسلة من السقوط كده لغاية ما لقيت نفسي خلاص ما بقى لهاش حل، لازم يبقى فيه عقاب. واعتقد ان يعني احسن حاجة في العقاب ده كله ان انا كان في كنيسة وان انا قربت من ربنا في الكنيسة في الوقت. فرقت معاك السنة دي في القرب من ربنا؟ جدا جدا، يعني انا عمري ما كنت قريب من ربنا زي النهارده، يعني زي ما قال يا أيوب الصديق كده، سب سمع الأذن سمعت عنك وأما الآن فقد رأتك عيناي. ففعلا أنا بشوف ربنا في كل حد حواليا، في كل تصرف، في كل إيد بتتمدلي، في كل إيد طبطبة، حتى في معاملة القادة اللي موجودين هنا في المركز بيعاملونا معاملة محترمة جدا، ودي أنا بحس إن هي إيد ربنا اللي بتطبطب علينا. تقول لي مين أنا آسف؟ حاسس انك محتاج تقول حد انا اسف ولا لا؟ كل الناس، انا تقريبا كل واحد عرفته في حياتي عايز اقول له انا اسف، يعني من اول زوجتي اللي انا تعبتها معايا وعرضتها لحاجات ما كانش المفروض تتعرض لها، اولادي
أمي، إخواتي، كلهم، كل واحد كنت أنا سبب في ألم ليه أو في زعل أو في حزن أنا بقول له أنا آسف وربنا قدرني وعالج اللي أنا اتسببت لك فيه في يوم من الأيام. كل سنة وحضرتك طيب. تقول إيه أي حد ممكن يكون بيعمل حاجة خارجة عن القانون ممكن تخليه يبقى هنا في يوم؟ عايز أقول بلاش الاستهتار، يعني الموضوع بيبتدي معنا باستهتار، والواحد بيستهتر وهو متخيل انه هيقدر يعالج اللي هو عمله، لكن المشكلة ان مفيش غلط بيتصلح بغلط، او مفيش غلط انت عملته ينفع تصلحه الا بتكفير بقى وبحاجات وفواتير كتير هتدفعها عشان تعالج الغلط ده. فعشان كده الاحسن انك ما تقعش في الغلط، فكر ألف مرة قبل ما تعمل الخطوة، فكر ألف مرة من ان انت هتبعد عن اقرب الناس ليك. يمكن الكلمة دي قبل كده كان الواحد بيسمعها فكان بيعديها، لكن لما بتحط فيها فالتفكير في الموضوع ده مؤلم لأقصى درجة ممكن تتخيليها. شكرك. أنا بشكر جدا. كل سنة وحضرتك. وحضرتك طيب. شكرا. يمكن الكلام يبان سهل، يمكن الكلام يبان ممكن يتعدى، لكن لما تسمعه بالقلب المجروح والمكسور قوي ده أكيد أي حد محتاج إنه يفكر ألف مرة قبل ما يعمل أي حاجة مخالفة للقانون ممكن تخليه يبقى قيد الاحتجاز أو أنه مش قادر حتى يتحرك بحريته. فكرة كمان أن أنت ممكن تبقاش قادر تشوف حبايبك. حد ممكن متخيل ده يحصل، أن أنا بقى مستنية بين الأربع حيطان دول ابني، مامتي، زوجي، حد يجي يزورني، أكيد احتياج صعب. وفكرة ان انت مش قادر حتى تتلامس او عينيك تشوف الناس اللي انت بتحبهم اعتقد احتجاز اكتر من احتجاز السور اللي احنا فيه. خليكم معانا لسه مستمرين.